السلام عليكم زملائي الكرام. طبعا مثل ما وعدناكم اليوم جيناكم بعرض حصر وجميل. طبعا العرض ضمن هذا الايباد الياباني صاحب المميزات الرهيبة، صاحب السماعتين الخارجتين الجميلتين، صاحب الصوت العالي جدا. طبعا يجي جزان الجهاز بهالشكل، كاميرا امامية، كاميرا عفو خلفية وكاميرا امامية وبصمة وجه حقيقية. طبعا هذا الايباد يجي بذاكرة 64 جيجا بايت حقيقية، مثل ما تشوفون 64 جيجا بايت حقيقية. طبعا يقرا 51 اللي احنا منزلين عده برامج مثل ما تشوفون، برامج يوتيوب وغيرها من البرامج. طبعا يدعم الكلاس روم وجميع مواقع الدراسه والتصفح وجميع البرامج. ماكو برنامج ما يدعم هذا الايباد خاصه الببجي، لان هو الايباد خصص للببجي. وايضا يدعم الشحن اللاسلكي السريع، وايضا مثل ما تشوفون يدعم التايب سي شاحنه الجالكسي العفو، وايضا يدعم الرام والسيم كارد. طبعا ايضا المفاجاه انه يجي الجهاز صاحب الاريال، وصورنا شوفهم الاريال شويه. طبعا يجي بهذا الشكل بالاريال. هذا الاريال اذا بحاله انه النت ضعيف او الشبكه ضعيفه مال سيم كارد، بس مجرد تخرج الاريال من مكانه راح يصير الشبكة والنت سريعين. وأيضا زبائننا المفاجأة اجت انه عندنا قطع غيار للآيباد، انه بحال انه الآيباد عطلت بطاريته او اي شيء، الاتصال على الرقم لا سمح الله، الاتصال على الرقم مثل ما تشوفون قطع غيار كاملة، الاتصال على الرقم الموجود تحت المنشور. والآيباد المفاجأة الاخرى يجي به ضمان 6 شهور حقيقتين، يجي ويا كارت الضمان. وصلنا طينا كارت الضمان، خلينا نشوف لهم اياه. يجي ويا كارت ضمان صالح لمده 6 شهور، اي خلل بالايباد يستبدل. مثل ما تشوفون ورقه الضمان باسم بيج مالتنا، اي خلل بالجهاز استبدل لكم الجهاز او ارجعه او تصليح مثل ما انتم تريدون. طبعا سعر هذا العرض 135,000 دينار إلى كافة محافظات العراق، والتوصيل مجاني إلى كافة محافظات العراق. ودمتم بخير ويبعد عنكم الوباء والمرض.